في مثل هذا اليوم من سنة 62 و400 للهجرة الموافقة للعام 70 و1000 ميلادية، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في مكة المكرمة. وذكر حجاج بغداد خبر إقامة الخطبة للعباسيين وللسلطان السلجوقي في مكة المكرمة. في هذه السنة انقطعت كسوة الكعبة والأموال التي كان يرسلها الفاطميون إليها بسبب المجاعة في مصر، فورد رسول أمير مكة محمد بن أبي هاشم إلى السلطان ألب أرسلان وأخبره بإقامة الخطبة للخليفة القائم بأمر الله العباسي وللسلطان ألب أرسلان في مكة المكرمة وإسقاط خطبة حاكم مصر المستنصر الفاطمي، فأعطاه السلطان 30,000 دينار وخلع النفيسة وأجر له كل سنة 10,000 دينار. وذكر حجاج الشام خبر انقلاب كثير من المدن والإمارات على الفاطميين. أدت المجاعة في مصر إلى ضعف كبير في الدولة الفاطمية، مما شجع عدد من المدن على الاستقلال عنها، فبالإضافة إلى قطع خطبتهم في مكة والمدينة قام القاضي أبو طالب الحسين بن عمار بالاستقلال عنهم في حكم طرابلس، واستقل القاضي عين الدولة بن أبي عقيل بمدينة صور، ولم يبق بيد الفاطميين سوى عكا وصيدا. وذكر حجاج الأندلس خبر وفاة المفكر الأديب صاعد بن أحمد الأندلسي. من أشهر من أرخ تاريخ الأندلس، كما كان فلكياً درس حركات النجوم والأجرام السماوية، له كتب عديدة في التاريخ والعلم، أهمها كتابه طبقات الأمم. روي أن بعض طلابه أرادوا إحراجه فسألوه عن معنى كلمة الخنفشار، وكانوا قد كونوها من جمع الحروف الأولى من أسمائهم، فأجاب على الفور: إنها عشبة يراب بها الحليب، وقد قال الشاعر: لقد عقدت محبتكم بقلبي كما عقد الحليب الخنفشار. فضرب به المثل في سرعة بديهته، واستخدمت كلمة الخنفشار في الأدب للدلالة على الكلام الذي لا معنى له. وذكر حجاج المغرب خبر وفاة الأمير القاسم بن محمد بن أبي العافية الزناتي. أمير تولى قيادة الزناتيين في فاس حين هاجمها جيش المرابطين اللمتونيين عام 460 للهجرة، وكان أميرها من قبله معنصر بن المعز الزناتي، وفقد معنصر في إحدى معاركه مع المرابطين، فتقدم القاسم مكانه وخرج بمجموعة فهزم المرابطين، وكان زعيمهم يوسف بن تاشفين بعيداً عن فاس، فرجع إليها وشدد حصارها ودخلها عنوة وقتل حاميتها وأميرهم القاسم. وذكر حجاج فلسطين خبر حدوث زلزال عظيم في الرملة. أدى هذا الزلزال إلى دمار كبير في الرملة وأعمالها، فذهب أكثرها وانهدم سورها، وحدث خراب مماثل في القدس وتنس، وانخسفت أيلة كلها، وتراجع البحر في وقت الزلزلة، وتبع هذه الزلزلة عدة هزات ارتدادية. وفي مثل هذا اليوم صادف نهاية سنة 31 و500 للهجرة الموافقة لسنة 37 و100 و1000 ميلادية، وفاة الملك الفاتك من ملوك الدولة النجاحية في زبيد وما حولها في اليمن. تولى الحكم صغيرة بعد وفاة أبيه منصور، واستمر إلى أن توفي ولم يكن له عقب، فملك بعده ابن عمه فاتك ابن محمد بن فاتك. وفاة الطبيب الجرجاني إسماعيل بن حسين الحسيني المعروف بزين الدين الجرجاني، من أهل جرجان، أقام بخوارزم، اتصل بقطب الدين شاه ملك خوارزم، وألف له كتاب ذخيرة خوارزم شاهي باللغة الفارسية، وهو أوسع كتب الطب في عصره، كما اتصل بخلفه وألف له بالفارسية أيضا كتاب أعراض الطب،
صنف كتبا عديدة باللغة العربية، منها الطب الملوكي، الرد على الفلاسفة، تدبير يوم وليلة، وزبدة الطب. توفي في مرو ودفن في خوارزم. وفي مثل هذا اليوم صادف بداية سنة 67 و700 هجرية الموافقة لسنة 66 و300 و1000 ميلادية. خارطة العالم الإسلامي. ابتدأت هذه السنة وخارطة العالم الإسلامي تضم العديد من الدول. دولة بني مرين في المغرب العربي، وعليها السلطان محمد بن يعقوب المريني. وفي تونس كانت الدولة الحفصية، وعليها إبراهيم الثاني بن أحمد الأول الحفصي. وكان الأشرف شعبان القلاووني على دولة المماليك في مصر والشام. وكان السلطان العثماني مراد الأول على الدولة العثمانية في تركيا. وفي العراق كانت الدولة الجلائرية، وعليها أويس بن حسن برزك الجلائري. وكانت دولة بني المظفر في فارس، وعليها شاه شجاع المظفري. وكان ملك شروان في أذربيجان كيكاوس بن كيقباذ الخاقاني. وكان سلطان المغول العظام طوغان تيمور بن كوشالا التتاري. وكان حاكم التركستان إلياس خان بن تغلق تيمور على دولة بني تغلق تيمور ما وراء النهر. وكان الأمير المغولي عمر شيخ التيمورلنكي حاكما على شيراز. مدينة شيراز. وشيراز من أهم المدن الإيرانية المشهورة بمكانتها التاريخية على مستوى العالم الإسلامي، كما تشتهر بأهميتها الاقتصادية. تقع بالقرب من سلسلة جبال زغروس، يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد. دخلها الإسلام سنة 20 للهجرة على يد الصحابي القائد أبي موسى الأشعري وعثمان بن أبي العاص في آخر خلافة الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي عهد السلطان البويهي أبي كليجار تم بناء سور للمدينة له 12 بابا. تعرضت المدينة لعدة حوادث كان لها أثر كبير على تاريخها. ففي سنة 789 هجرية احتلها القائد المغولي تيمور لينك، كما دمرها فيضان كبير سنة 1039 هجرية، وغزتها الجيوش الأفغانية سنة 1136 هجرية، ثم أصبحت عاصمة مملكة زنديان التي أسسها كريم خان زند. وبعدهم نقل القاجاريون العاصمة إلى طهران. تعتبر شيراز مقصداً سياحياً مهمة بسبب طبيعتها الجميلة وبساتينها وغاباتها ومعالمها التاريخية ومتاحفها. من معالمها البارزة قلعة كريم خان الزند التاريخية، ومساجدها التي يعود بعضها إلى العصور الإسلامية الأولى،